سبحان من أقسم بالقلم، حيث أن القلم هو شيء عظيم، لهذا أقسم الله تعالى عز وجل به. وطبعا القلم هو أداة الكتابة، والكتابة هي أساس العلم والفهم، أليس كذلك يا بناتي؟ نعم. بارك الله بكم. فإذا يجب علينا أن نكون متقنين للكتابة، متقنين لأساسات الكتابة وهي الحروف. الحروف هي أساس، أساس الكتابة. كان درسنا الماضي عن حرف السين والشين بشكلين، بدون أسنان وبأسنان، وبأسنان أيضا السين والشين. طبعا هذا الكلام كله في خط الرفعة. درسنا اليوم إذن هو حرف الصاد والضاد، وأيضا هذان الحرفان حرفان كأسيان، أي لهما هذا الشكل. إذن دعونا نكتب ونرى ونشاهد حرف الصاد. حرف الصاد بشكل كامل هذا هو، يرتفع قليلا عن هذا السطر من أجل الكأس، من أجل الكأس، وهذا هو كأسه. أيضا مثله حرف الضاد، حرف الضاد بهذا الشكل أيضا يرتفع عن السطر من أجل الكأس. تماما، وهذا هو الكأس الذي يرتكز على السطر ولا ينزل تحت السطر أبدا أبدا. ننتبه إلى هذه الملاحظة المهمة. تماما، الصاد يكون بهذا الشكل، اتفقنا؟ الصاد هذه صغيرة، يجب أن تكون كبيرة. جميل جدا، يلا على السطر يا بنتي، انتبهي على السطر، السطر مهم جدا. انتبهي، يلا جميل.